بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا رب تچنان کن که راه حق پویم، در راه حقیقت روم و حق جویم. از لغزش و از خطا نگه دار مرا، نگذار که یک کلام ناحق گویم. با حمد و سپاس و ثنای بی حد بر خداوند متعال.